مني المايك وانا بغني. انت مجنونه يا بنت، انت وانا اخدت منك المايك ولا انت؟ ايوه عشان تطلعي تتلزقي في الراجل انت والبتاع بتاعك ده. حبيبتي نتلزق فيه ده، انت مخالتي كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هم يعرفكوش يا جماعه. خلاص قلنا صلوا على النبي، خلوا الليله دي تعدي على خير بقى، والنبي انتوا بقيتوا قرايب ونسايب في بعض. استاذ حكيم من فضلك مالكش دعوه بالناس دي، لانها زهقتني في حياتي، وانا اسفه قوي ان خدت منك المايك في الاغنيه، بس كنت عايزاك تعرف الحقيقه. ايوه بس ما كانش في داعي للنمر اللي انت عملتها قدام الناس دي. حضرتك مش فاهم هما بيعملوا فيا ايه. ما بس مش... يا بنت انت هتحكي لي قصه حياتك، الراجل مش فاضي. اخرسي بقى، فضحتونا مش ممكن. استاذ حكيم مش عايزين نعطلك، اكيد عندك افراح وحفلات وكده. يا اموره اتفضل فين. استاذ حكيم جاي يقعد معانا لحد الصبح، عشان هو نجم شعبي يعني، مننا احنا مش منكم انتوا. ده مغني عالمي، غنى مع جيمس براون. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ حكيم؟ ما اعرفش الاشكال دي خالص. والله هتلاقيه جه عشان انت رحت مسحتوا له البيت انتوا الاثنين. ما تلمي نفسك يا بنت انت، هاني ده اكبر نبطش متعهد حفلات فيك يا مصر. اساسا استاذ حكيم جه عشان بابايا انا. هو ده بابا؟ ايوه بابا. يا بابا يا بابا بابا 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 يا بابا. الناس بتزيط معاه، مش ممكن يعني بجد. انتي بتعملي ايه يا ولية؟ مش انا اللي بعمل، ده هو اللي بيعمل. هو وانت بتهببوا ايه؟ الواد كان محظور وعايز يشخ، والكنيف عندكم مشغول، يصير ورا المسرح ولا يصير هنا في المايه؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. بس يا حبيبي كفايه، ايه كل المايه دي؟ هو شارب ايه؟ اشرب ايه يعني؟ شارب ازازتين بير. اطلعوا بره، بره البيت خالص، يلا بره. ماشي يا اختي ماشي. يلا امشي. يلا يا ابني يلا. امشي بقى. يلا. يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي؟ ربنا يسامحك يا بابي، يا رب الزفته دي تعدك بالليل. نيلي انكل سليم تعالي. ايه ده حضرتك عامل كده ليه؟ واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن، جابني هنا وقلبني، سرق كل حاجه، محفظه، موبايل، ساعه، كل حاجه. واحد منين؟ من الشارع؟ من هنا. من دول؟ معلش يا انكل، ام فيري سوري، مش عارفه اقول لحضرتك ايه. طب تعالى اجيب لك حاجه تلبسها. يا ريت والنبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ طب اقفي في ديره ولا حاجه، استري على نفسك. وبعدين مين ده؟ مدير البحر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ اتجننت ايه يا حبيبتي؟ انت عايزاني اكدب عينيا؟ واقفه مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده، هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ بتلعبوا استيميشن؟ يمكن كان بيعلمها فنون القتال. بس يا متخلف انت وهي، ده انكل سليم قريبنا، وواحد من الزباله اللي انتوا عازمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه. لا حاسبي على كلامك يا حبيبتي وفرملي عندك، احنا ما نعرفش ناس زباله، وبعدين احنا شعرفنا، ما يمكن هو جاي الفرح مهوي على نفسه كده. جاي فرح مهوي ازاي؟ هو جربوع زيكو. ما تلمي نفسك يا حبيبتي، احنا ما نعرفش جرابيع، الناس اللي جوه دول اشرف منك واشرف من اللي تعرفيهم كلهم، على الاقل جايين بملبسهم. خلاص اهدي يا شوشو اهدي. خلاص يا استاذه نيلي، احنا هنحل الموضوع ده. هو بقول لك ايه، مش يمكن يكون الواد ايمن قرده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن قرده؟ انا اضطريت غصب عني، ده مثبتنا انا مرتين يا هاني. طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ يا اما في بيتهم يا اما في شارع عبد العزيز بيفور الحاجه اللي معاه. ما تقلقش يا حاج، حاجتك عندي انا هجيبها لك. حاجه ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم. الحق عليا ان احنا عايزين نساعدكم. تساعدوا مين يا حراميه يا باور؟ باور ايه؟ نور يا ابله. Whatever. انا هكلم البوليس حالا عشان يجي يقبض عليكم. اعملي اللي انت عايزاه، انت هتقرفينا. الو بوليس، ممكن اعمل اوردر لو سمحت؟ عايزه ابلغ عن سرقه في فيلا عبد الله مكاوي. يا نهار اسود، حضرت الظابط، ايه السيرفيس التحفه دي؟ انا لسه قافله حالا، جيتوا بسرعه قوي. لو سمحت انا عايزاك تقبض لي على دي ودي، والولد ده اسمه هاني الارنوب. ارنوب ده ايه؟ دبدوب يا باشا. هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا،
انا اللي عايزه ابلغ عن البت دي، قفشتها في وضع مخل مع راجل، هتلاقيه متلقح هناك كده في دروه بملابسه التحتانيه. ايه قله الادب بتاعتك دي يا مجنونه؟ ده انكل سليم. يلا يا ساره يا بتاعت انكل سليم. بس بس بلاش كلام فارغ. انت عبد الله مكاوي؟ ايوه. انا معايا امر بالقبض عليك، اتفضل معايا. ليه؟ دي مراتي. انا مالي بمراتك؟ انت شركتك تملك باخره كانت طالعه من ايطاليا للصين؟ ايوه. اتفضل معايا عشان الباخره دي غرقت. طب وانا مالي يا فندم؟ وانا اللي سوقتها؟ لا، احنا مسكنا السواق. اتفضل. لا 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 يا خالد اتفضل. طب لو سمحت يعني ممكن اكلم اللوير بتاعه بس يجي عارف. الاول يا باشا ده عارف. يا لهوي بس بقى. ايوه يا سو، ام فاين الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعه كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعه هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلوه قوي علينا. طب اديها بالجزمه دي ولا اعمل فيها ايه؟ خالتي استني بس، ما عندها حق الصراحه، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا ده غير راجل، ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي قسامه هيسجن اهو. طب اخرسي بقى، اخرسي بقى واسكتي وتنجلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شويه، بس قالوا لنا هيخرج بكفوله، ده نوع من انواع العقاب. كفاله؟ اوكي، ايه الكفاله دي؟ ندفع. اقفل يا سود دلوقتي، باي. طب يا عبد الله بيه، اسيبك انا اروح الحمام وبكره الصبح نتقابل ان شاء الله. وانت تستنى في الحمام لغايه بكره يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بنوي بنوي جوزي حبيبي، الحمد لله على السلامه يا سعد. الله يسلمك. شده وتزول يا عمو. شكرا يا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم المركب غرقت. امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبدو، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو، هي بس اللي من نفسنا مني شويه. انا ايه؟ ايوه من نفسنا مني، من ساعه ما شفتيني لابسه فستان الفرح وانت مش طايقه نفسي. بس 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 فستانك ده اسكتي خالص. اسكتي خالص؟ بقول لك ايه يا بنت انت، انا خلقي في مناخيري ومش مستحمله ومش ناقصاكي، كفايه البتاع ده طبق على نفسي. ما هو طبق على نفسنا كلنا، انت اللي مش متعوده. انت مش عارفك يا بنت، انت كانت متعوده ومش متعوده. اسكتي يا ملزقه يا متفتفه. ايه ده؟ ما تقوليش ملزقه يا متفتفه. صحي النضيف. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش مصدق. هاو صباح، انا تعبان. سلامتك يا حبيبي. طب اروح. يلا يا اخوي، حط ايدك في ايدي كده. بس كان نفسي نتزف الاول يعني يا سي عبده. مش مهم، ما تسمعيني زغروطه يا بنت. ريحتهم رهيبه. نعم أموري. عايزة ايه؟ بقالك يومين ما بحلقالي، عايزة ايه؟ يا بنت انت عيب عليكي كده، حرام، ما تتريقيش عليها، ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده انا سمعها الصبح بودني وهي بتغني اه لو لعبت يا زهر. اه لو لعبت يا زهر وتبدلت الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده؟ شفت؟ لا دي اكيد ملبوسة كده يا ماما. خلاص بقى شوشو فكيها بقى. افك ايه بس يا هاني؟ احنا من ساعة ما عرفنا الراجل وهو حاله في النازل شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنت؟ هو قدره كده. انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه تاخده في حضنها تطبطب عليه. الراجل برضو عريس جديد وفي ظروف صعبة ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. بس نيان بقى. نيان مالها دي بتناونه ليه؟ سيبك منها، نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزة. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطة يعني فول على طعمية على بقسماط. مش قصدي يا غبي، قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ ليه ليه ليه؟ مش شغالة هنا؟ شغالة عند اصحاب البيت،
انما انتوا ضيوفته قالوا خلاص هتمشوا. بقولك ايه يا بنت، انت مش عايزه اتخانق معاك عشان الظروف اللي عمو عبد الله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركه التامين. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ لو حد كلمك؟ الله، انت مصرصايه يا بنت انت ولا ايه؟ مش انت اللي بتسالي؟ بسال نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل، حقك علينا. وانت بعد كده لما تلاقي بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص، ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرتع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك، ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا عالم يا نحس. شريهان. ايوه يا عم. حالا. اوعى يالا. شريهان. ايوه يا عم. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلتلك خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى من شويه. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكره انت صاحبه البيت طبعا. اي نو، مش محتاج تقول لي. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين اشترت تحمل الخسائر اللي على الباخره. الباخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح، يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطه ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجه من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقه. اتفضل يا فندم. انا اتصرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح يا فندم. سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الاتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيتسكي وصيني كمان. ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص. تمام؟ قعد يزاوله في البحر، كسر عليه. يطير الولد؟ يطير روح؟ طب المنطق بيقول كده؟ فداه. في الثانية لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي، قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده. تعرف جاب فلوس قد ايه تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي، مسألة بمنتهى البساطة يعني، الحمد لله رب العالمين، زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شوية فلوس علينا وعليك مش أكتر يعني. اللي حضرتك بتقول ده يا أستاذ عبد الله؟ أستاذ عبد الله اتفضل. أهو أهو الملف اللي بيثبت صحة كلامنا مليون في المية. اتفضل يا فندم اتفضل. يا سامح بيه، احنا شركة كبيرة، شركة عريقة. تمام، احنا هنعيد التحقيق، بس من وجهة نظر انا الشخصية المسؤولية على حضرتك يا استاذ عبد الله. لا معلش يا باشا، ثانية واحدة، مستر عبد الله ملوش أي علاقة بالموضوع ده. أشطر وأمهر موظفة عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. أنا؟ أيوة أنت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، إيه الكذب ده؟ مش دي الشحنة اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها؟ وأنا حذرتك بدل مرة تلاتة، فاكر؟ لما كانت المجاري طافحة في أوضتك قعدت تقول لك خلي بالك الحمولة زيادة، المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوة خليكي في نفسك؟ دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخرة بتاعت السويد يا عبد الله بيه، فاكرها؟ الباخرة بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. أيوة. لا سويد ايه، انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف ب ت، صح؟ دي واحده مجنونه جايبانها تسترزق في الشركه. مجنونه؟ أنا. طب انا هوريك بقى الجنانه اللي على اصله، عشان انا كنت متاكده ان انت هتعمل مكيده في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا، ادي نسخه من المستندات اللي تثبت كلامي ده. اتفضل. عم 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 ده انا هوريلك. ايه رايك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رايي
روح يا شيخ الله يخرب بيتك. شريف سيف في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا، وايه حكاية دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجة، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي، انت عارف عايز اقعد عليه بروان، حتى اللابتوب بتاع. سيف سيف مال بقك؟ في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك احكيلي؟ حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايا. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكي لي، انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متاكد. وقلت لك 100 مره احذر البنت دي، احذر البنت دي. انت تستعبط؟ انت ما قلتليش حاجه، انت قلت لي مش وراها، البنت دي جامده. طب ما هي جامده فعلا، ما تغيرش الموضوع. ايه المشكله؟ نيلي خانتني يا شريف. شت. خانتني، داست على مشاعري واحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين؟ وبعدين بقول لك خانتني يا شريف. انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعية يا ابني. تعرف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون. انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف. انا ما يتردش عليا. ما تظلمهاش. انت تعرف حاجة؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجة. بمر بظروف صعبة جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف قول، ما تواجهنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحته الضيقه دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما انت يا شريف بقى، انا بقول لك انا بشوف البدله البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك ارجوك كف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه؟ تشرب ايه؟ اي حاجه بريلي لو فيه. يخرب بيت البريلي اللي انت بتشربه بقى حبيب. وتقعد بقى حبيبي. اخبارك ايه؟ هو انا اسبوع يعني ما ردتش عليك؟ تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بيتش يا نيل حولي هاتلنا الابادار، ده مسلسل تركي حلو او انا بحب اتفرج عليه. يلا شوف يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعة احنا في مصيبة، عاوز اتكلم معاكم شوية عشان نشوف حل للمصيبة دي. الله. ايه؟ بقول لكم احنا في مصيبة، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل للمصيبة دي. عرفنا ان في مصيبة بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اه. اوكي. الحقيقة أنا آسف اللي هقوله دلوقتي بس أنا مضطر. بصراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها إن أنا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن أكتر. يلا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله أنتوا أغنياء قوي كده؟ كنا أغنياء قوي كده، إنما دلوقتي اللي حصل حصل، فأنا مضطر أبيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي إحنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعه وتسامح حبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقه زايد اول حاجه هتتباع. اه طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على. مستر عبد الله. ايوه. شقه الزمالك بح. اه اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره برضو، كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله، شقة المنيرة فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد
وضل برضو هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكلة مش انك تعيش فين يا مستر عبدالله، المشكلة انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضو هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ باتريك. لا يا سي عبدالله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجة. خد خد كل سيكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنقة. ده العشم برضو صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير في قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسلة وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شكرا بنت، شايلك لعوزة. طيب المؤاخذة يا جماعة، يعني في حد معاه فكة 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبدالله معايا 20 جنيه بس اهي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظة. لا ما يصحش يا عم عبدالله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام. مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبدل؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت بحضر خطه بديله. انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعة 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمة دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقولك ايه، لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتأخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين هتودينا في داهية؟ مثلي. ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطرة قوي في التمثيل في المدرسة. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. شت اسكت. تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا 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 بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ أنا بقى هعرفك أنا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط؟ في حاجة؟ ثم أنت إزاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ صباح. ازيك؟ ازيك يا سي عبدو، وحشتي. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ نهار اسود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا عمو، اقعد. اقسمكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي صباح، تعبان.
بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها. ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه تنس باسكت عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجة مختلفة، يعني اتعرف على ناس جديدة مثلا. أنا بالفعل اتعرفت على أصدقاء لطاف قوي، الأخ باستيلا، سيد عضة، رهيب زبالة، ناس جميلة جدا، بس هم لو زي ما تقولوا أقامت صداقات مهولين عليها كتير. بقول لك إيه يا سعادة؟ قولي يا حبيبتي. أنت في حد ضايقك؟ سوري معنا ضايقك يا سي عبدو؟ ضايقك قول ما تتكسفش، ما انا قصي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا انا راجل راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ معنا؟ اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان انت عارف حبيبتي انا ما ضربتش كيميا من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10 15 الف جنيه اتصرف بيهم بس الثلاث ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها خبي. خلاص يا عم ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين انت؟ اتجننتي انت الطولي. جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون ألف حد في العالم يتمنى إن أنا أكلمه بس مش أعيش معاه. برضو أحسن روح الكويت إن بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي هي كوين إن، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعبدو؟ لا يا حبيبتي في الكنافة، إحنا بنتعرف كعيلة بنحب الكنافة أو بنعشق الكنافة. اتنين كرسي فوتيل سكري واحد طربيزة خشب طورية. كرسي فوتيل وسكري، مش مصدقة نفسي. يا نسا احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص، في حاجة تانية لو نتحرك؟ لا I think مفيش، بس تقريبا انا ناسي حاجة. ناسي ايه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ انت بتتكلم كده ليه؟ هو انت بتعمل كده شفقة منك عليا يعني؟ ما انا هديلك فلوس. فلوس ايه؟ انا تعبت من الشير والحط ضهري اتقطم. وانا مالي؟ مش دي شغلتك؟ مش وانت صغير قلت عايز اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكره انا ناسيه ايه. عاجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكه ولا هتركب معانا في العربيه؟ هي طبعا هتركب معانا العربيه، بس الكرسي اربطه فوق الشبكه. استنى. نعم. رايح فين؟ شلني. ايه؟ شلني يا انسه، انت عايزها اشيلها؟ طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها. Thank you.
بتضحك حضرتك؟ And you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟ ربنا يسامحك. انا مش مصدقة ان انا مش هنام في اوضتي تاني. خلي سنة اخذ ادي لوحة سعيدة دي. كلا لن اخذها، سوف نتركه هنا لوحده لانه يستاهل. وانت نيان الى اين ستذهبين؟ سوف اقوم الى بلدي. بلدك فلبين؟ كلا شبين دقوم. شبين كوم؟ فلتذهبي الى الجحيم يا نيان. انت رايحه فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي بدل يعني حوجتك للغري. ثانك يو، انا هتصرف. خلاص براحتك، بس لما تروحي تقعدي في حته ابقي كلمينا طمنينا عليكي، وابقي ادينا العنوان برضو عشان نطل عليكي. ولا تطلوا ولا تل ولا حد يطل اصلا. انا مش عايزه اعرفكوا تاني، انا بكرهكوا وبقرف منكوا. انتوا جيتوا خربتوها وقعدتوا على كمها تلها whatever. دلوقتي اللي بيربط بيني وبينكوا في السجن. بليز مش عايزه اشوف وش حد تاني فيكوا ever. ما انا قلتلك نفسي اضربها بالشبشب وانتي اللي مش عايزه. انا مش فايقالك. ها خلاص يا خالتي سيبيها. شكرا يا بنت عمي يا محترمه. You're welcome. على طول مخنوقه، مولوده مخنوقه. الحمد لله يا خالتي ان هي ما جاتش معانا، دي كانت هتيجي وتقرفنا اكتر ما احنا متنيلين قرفانين خلقه. يلا يا خالتي نروح على بيتنا. يلا نروح على فين؟ بيتنا. بيتنا ده ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزانا نخش الحاره كده في عز النهار؟ دول كانوا يزفوني، كان يضربوني ضرب ما خدوش حمار في مطلع. انت نسيتي النمله اللي انا عملتها؟ دول زمانهم مستحلفين لي دلوقتي. طب احنا هنروح فين يا خالتي؟ بصي بقى، احنا نروح نتلقح على اي قهوه، اشرب حجرين معسل اروق بيهم دماغي، اقوم اعرف افكر. يخش الليل بقى والدنيا ضلمه وتبقى عتمه، نروح احنا بقى متسحبين وداخلين الحاره ومحدش يشوفنا. استوري عليا يا شريهان. ماشي يا خالتي خلاص يلا. هاي. مساء الخير يا فندم، تحت امرك. لو سمحت انا كنت عايزه حاجه صغيره اقعد فيها اسبوع. عندي يا فندم اوضه بتبص على البسين عامله 1000 جنيه في اليوم. انا مش عايزه اوضه اكيد، انا عايزه سويت ويكون في اوضتين وليفنج صغير. موجود يا فندم، عندي سويت بيبص على النيل عامل 8000 جنيه. اوكي كويس ده. تحت امرك يا فندم. حضرتك يا ترى هتدفعي فيزا ولا كاش؟ فيزا. طب استاذن حضرتك في الفيزا والبطايق. اوكي. اتفضل. لحظة واحدة يا فندم. اسف يا فندم، الفيزا دي مش شغالة. مش شغالة ازاي؟ جربها تاني. برضه مش شغالة. طب ثانية واحدة بس هكلم البنك وارجع لك. تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ثانك يو. يور ويلكم. ايه الهبل ده؟ يعني ايه تحجزه على كل الفلوس بتاعتي؟ بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجن، انا مالي؟ طب ممكن تديني كارد بسرعة؟ ضامن؟ اوكي ضمان هدومي، شنطي، ساعتي. انا مش بكلمك على ساعة معفنة على فكرة، بكلمك على رولكس. والله مش هينفع؟ اوكي بس خليكوا فاكرينها. شفتي يا ماما ميمي؟ شفتي اللي بيحصل لنا؟ انا نيلي مكاوي امشي مش معايا في شنطتي غير 27 جنيه ونص، وكمان مفيش حته بيت فيها. تعالي يا ماما ميمي ناكل في الريستورانت. هناكل ازاي؟ احنا ما معناش فلوس. انا ما معيش فلوس اكل. طب هنروح فين دلوقتي؟ انا هكلم اصحابي اشوف حد مبات عنده. الو هاي نادين، ازيك؟ نادين بصي انا كان عندي مشكله وكنت عايزه اقعد عندك اسبوع او اتنين. مش هينفع ليه؟ بتغيروا الحمامات؟
لا طبعا اكيد مش هقعد في حته من غير حمام يعني. اوكي ثانك يو نادين. هاي تارا. هاي يارا. هاي سارة. هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانة. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا أنا إيه؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عطشانة وجعانة. ماما ميمي أنت شربتي كوبايتي؟ أنت مش سامعاني بقول إن أنا عطشانة وجعانة؟ ما تعمليليش فيس الغلبانة ده. حرام عليكي يعني بجد، أنا كنت نفسي أشرب قوي. يعني لو سمحت ممكن تجيب لنا 2 ويلكم درينك تاني؟ خليهم 3. بقول لك إيه؟ خليهم 5 وهظبطك. يا خالتي هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيحلناش ده المنطقه كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهارده في فرح؟ كنت مغسله وضامنه جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ده ايه الوتو ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انت لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبه دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجه، احنا نتسبسب سرسبه كده من غير ما حد ياخد باله، ونمشي يمين كده نخش في الحاره الضيقه، نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياخد باله، ولا مين شاف ولا مين ده. يلا بس يلا بينا كده. وقف المزيكا وهدي اللعب، ريح الشبح، ريح ريح الكل يستريح. تحيه سبيشال للناس اللي داخله علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحاره تمه. حبيبه قلبي خالتي وخالتي الحاره صباح، وعروستي شوشو، بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفه. اوف سيب لي انا بقى التحيه دي. تحيه مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهان بنت الحسب والنسب، الناس لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يؤمن ولا يؤمن، هم رجعونا تاني زي القرش الماسح. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحرامية. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرى ايه يا خالتي؟ انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا، كلها يومين ثلاثه اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمه زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس، وما شاء الله وشك كان وش السعده عليه. يا بنت الكلب. سيبي لنا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريهان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. الف 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 مبروك يا ام فاتن، انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بيم. وجايه ابارك واهني لاختي وحبيبتي فاتن. الف مبروك يا عروسه، اخيرا اتجوزتي مجدي؟ ايه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بت؟ ده حسن ولا علي
ولا عبد الله ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بيت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكوا زي الفل والف الف مبروك للعروسين. مين مجد ده يا بت؟ ده اخويا في الرضاعه. مش جايب واصل لعيلتي ولا رصتهم دول كمان؟ اخواتك في الرضاعه ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت طعمه مال؟ بتخونيني يا فجره. ايه ده ايه ده؟ انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي؟ ده هما 3 ايام برضو يا شريان. استمتعنا، تكفي يا اختي البسين. ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تفي من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي ازيكم عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانت ايه اللي جابك يا سنيورة؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جاي اشوف وشك انت، انا جاي اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي. ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومال يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفره؟ دي السفره ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس كمان. توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصل مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانية. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي؟ كنت هنسى ماما ميمي. ابلة ميمي، اهلا وسهلا، نورتي يا ابله ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي. ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك.
مش مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك عم محمد سياحة وعياله؟ ده هم كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انت عاملة ايه في شعرك؟ ليه مكتفة شعرك كده؟ مكتفة؟ يا جهلة دي طاقية. طاقية؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع مع الطاقيه. تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معنه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايز delivery؟ في فطائر المدينة المنورة، حلو. في عبغاني سي ام، ده بتاع سندوتشات، بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبدة ومخ العنتيل، بس ده حامي عليك. لا انا مش عايزة الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العادية، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي ده؟ كانوا بيجوا بس خلاص بقى، من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه
نظارة، جزمة، شنطة، تجيبي أكبر من الشقة دي. كويس إنك فتحتي الموضوع ده يا شيرين. بصي حبيبتي، أنا حاجتي دي هي أغلى حاجة في حياتي، أغلى إيفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزة أقولك خلي بالك قوي، أنا حافظة حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الأيام لو لقيت أي حاجة منهم ناقصة من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولوري بتاعتي، أي حاجة أنا هقطم صفارة رقبتك. وعلى فكرة أنا عمري ما هبيعهم لأن مش هينفع حد يلبسهم بعدي، أنا ممكن أولع فيهم بس محدش يلبسهم. طب أقولك حاجة، أنا وصيتي لما موت الحاجات دي تدفن معايا زي أجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكرة حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان أنا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. أقولك على حاجة، شبشبي ده يدفن معايا عادي. جهلة. أيوة سيف، إزايك؟ الحمد لله. أنت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز أطمن عليك. ثانك يو سيف والله، معلش أنا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما قابلك. إيه ده، وإحنا ممكن نتقابل؟ آه طبعاً ينفع نتقابل. الحيوة دي الموزة طلعت. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا أنت مش عايز تعزمني بقى؟ لا إزاي طبعاً. طب شوفي نتقابل على الساعة 2 كده. اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. انت بتعمل ايه يا ابن الصرمة انت؟ وهو خش على جوه، خش. مبروك يا قوطة. في حاجة؟ هاي هاي. باي باي. بسك. انا مش مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص. انت كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد سياحة وعياله؟ دول ما كانوا لابسين ده، تلاقيهم خارجين اصلا. شيرين انت عامله ايه في شعرك؟ ليه مكتفه شعرك كده؟ مكتفاه؟ يا جهله دي طاقيه. طاقيه؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديك الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع معاه الطاقيه. تعالي تعالي، كل ده ببساطه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معنه طفح. شيرين انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا بانكيكس، بينت باتر، سيريالز. طيب في ايه بيجي هنا دليفري؟ انت عايز دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره حلو، في عبغاني سي ام ده بتاع سندوتشات بيعمل بنيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا؟ بس خلاص بقى،
من ساعه ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما الموتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني ليه معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نظاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقول لك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا. يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم، لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي. انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله. ايوه سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل. ايوه دي مرته طلعت. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده. اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين، لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه، لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. انت بتعمل ايه يا ابن الصرمه انت؟ وهو خش على جوه، خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحده تانية، وللاسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، انا خريجه اعلام ما امسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحه وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شوشو فكيها بقى. افك ايه بس، ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني. متلاقيش انا هتصرف، هكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه؟ الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف، ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك، مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندياية دي اكلها، هديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا بيتني مش قلتلك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عارف. انت معفن يا ابني.
كنتش ليه نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنيل اجري هات لي انا مكان اجري تجيب واحده. يلا روح هات. ما اجيب كيلو يعني ولا هات اي حاجه. يلا هاتي فضه معيش. طب امال اعمل ايه يا فضه؟ فك فك يا معيش معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معايا. يلا ده هتلاقي معايا انا تعبانه والله وتعبانه ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب خلاص مش مش بقول لك ايه اقعد اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا لف من ورا. ايه ده هتفضحنا. استنى استنى يا حاج يا حاج الله يكرمك يا حاج ما تجيب سفندياية. طب اقول لك على حاجه ما تشغلني معاك. طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك. بس ما والله شكلك لطيف بس حاجة بس حاجة ايه ده انت خليتنا نشحت. ايه ده ايه ده والله متشكرين والله يعني انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا ايوه انا اللي بمانج كل حاجته المكتب البيت الشغل بس الموضوع. بس بقى بس ايه بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا طبعا بعمل حاجات كتير. هلفنا لي ها هلفنا لي سو What the hell are you doing? ايه القرف اللي انت عم Nelly I missed you. It's not me, that's her. Jessie, look how sweet she is. صح طبعا دي نيلي دي اختي وحبيبتي كان لازم اقف جنبها في زنقتها بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص يعني احنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس. نيلي بالاي مش بالاي. نيلي نيلي قفلت كل السكك فجأة في وشوشنا كل اللي ليك ضاع من ايديك وصدقوا اللي قالوا يا ما عشنا ويا ما شفنا ما هي دنيا يوم لك يوم عليك آه حلمنا قربنا عليها وديها كده لونها باهت دنيتنا فجأة اتبدلت ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. لا إله إلا الله هو البيت كان ناقص عهد. الله يا حاجة سنكافولا نسيتي المجلة بتاعتك. الورث اللي سابهولنا أجدادنا العظماء مش أي لازمة الوزة والبطة شفتي اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتبهدلنا قوي. أنا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي؟ ماما ميمي انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم بجلاجل. جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير.
قولي لي يا ماما ميمي، عايزه تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعملك بريد؟ لا اعملي لي بن. نيلي نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رساله في المجله اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي. ايه ايه يا حاج مالك؟ متزعليش يا ماما ميمي، I'm very sorry. من فضلك اهدي بقى شوية عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعمل لها ايه؟ ما هي اللي ما كانتش راضية ولا تسيب المجلة ولا تسيب رقبتي. ما تسيبي لها المجلة يا شريهان، الست ما فيهاش نفس، لا يجرى لها حاجة يا حبيبتي يحسبوها علينا بني آدمة ونخش فيها السجن. أبوس إيدك يا خالتي. سيب لها المجلة إزاي؟ بقول لك جدنا سايب لنا رسالة بيقول لنا هنلاقي الثروة فين. أنت هبلة يا بنتي، ثروة إيه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو أنتوا مش قلتوا إن جده فلوسه اختفت وساب لكم المجلة دي؟ أيوة. وعمو عبد الله قال إن آخر حاجة جده قالها قبل ما يموت إن الثروة في لغز ميكي؟ ايه اوكي. ومين بقى يا تيزا اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعة دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعة دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رسالة. رسالة ايه وثروة ايه اللي في الكلمات المتقطعة دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرأ الرسالة، اذا اردت الوصول للثروة الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعة؟ بس انا مش فاهمة يعني ايه الحل اللغز ميكي؟ مش المجلة كلها لغز ميكي؟ يا بنت لغز ميكي يا بنت اللي بيبقى في اول صفحة اهو. مش فاهمة برضو بيقول ايه يعني. وانا ما اعرفش، انا كمان انتوا فاكرني يعني فكوكة قوي؟ ما انا بقالي ساعة مش فاهمة حاجة. ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجة، ما تقولينا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقة خزنة في مكتب راجل اسمه الضمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنة اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجة؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي، هي تفهمنا يا اختي. نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجلة معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها، كان القرد نفع نفسه. القرد برضو وتقيفر. على فكرة اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا هسيبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، احنا نروح لسي عبدال يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئة وويرد جدا بالنسبة لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهرت للهرت رسول يا حبيبتي. ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني قبل ما نفك ماما ميمي دي، بقولك ايه يا حاجة، انا هفكك بس عارفه لو عضتني. She's very innocent. حرام عليك، طيوبه قوي ماما ميمي دي، طيوبه. بصي بلسم والله العظيم، هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبه كده اللي هي هي ساعات بتبقى قاعده عادي. لا لا انا متشكره قوي يا سيف ان انت رضيت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. كان لزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيره الشيء ده تاني ايفر. ده كان اسوأ يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعده جنبي بترضع ابنها مش من الببرونه. طب وايه المشكله؟ ما عنديش مشكله بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضعه يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين يا نيل انت تامري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل، شرايط ولا اسطوانات؟ لا في يو اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا ملناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو، اديني رمضان. حلو، واديني انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي. انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير؟
احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروه الداد ازاي؟ هاو فاكر المجله اللي سابها جده اللي ماما ميمي مسكها طول الوقت؟ ايوه بلا. لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله ازاي؟ هاو ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه بس انتوا فاتتكم بحاجه، الحل بيبقى بالمقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندق وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المسألة صعبة بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه؟ ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عمارة اسمها عمارة الدمنهوري نسبة لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه؟ يا بنتي انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره، الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي. انا معايا عنوانه. سبحان الله. يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز؟ بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا، تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه؟ احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي؟ هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بنت انت؟ الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت انت وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حقي. انت فاكراني هفيه ولا ايه؟ ده انا اكلك صاحيه كده. لا انت شكلك بقى قلت الادب وعايزه تتضرب. مين اللي قلت الادب يا بنت؟ لا انا ممكن اتضرب. انا اللي ممكن اتضرب من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه. يا اخي ما تلمسنيش ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده. خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقه مقطوعه، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكوا، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكوا هناك بالمره. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر اشمعنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير، مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه، ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجلة. الله، انتي مش قلتي مش فارقة معاكي المجلة؟ المجلة بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. الله سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايح التحرير؟ هصاحبك بعدين. يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه الكنز؟
ما تبقاش اوفر يا سيف كنز، ايدي فلوس عادي. خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضربينه واخدين الفلوس. لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رضا مقفول واحنا جايين قدوره. لو سمحت ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه شكرا. ريحته قلب الدنيا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي. مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده يعرف ان جوه في شقلباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا تعال تعال اتفضلوا يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج. شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي خلاص خلاص، اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لو مؤاخذه يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبها طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسن. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر. خبور بجور whatever. خلاص خلاص خبور وبور مبور إيه اللي انت عاوزينه. وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليه يا خلبوس؟ عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق هو الحمامه شريهان نيلي. عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك يعني الدبدوب. ولا ولا لم نفسك. انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي رد عليها. لم نفسك يا بنت انت. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لم نفسك يا استاذ عيد. طب عن اذنك كده يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله الله الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. ايه مش كده؟ ايه مش كده؟ مش صح يا في ايه؟ عم بندق عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز قولي فازة حتى، انا ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بضحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي ما كنتش عارفه. اصلا كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. لا بس بقى انت وهي خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق عم بندق الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقول لي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا
عايزة تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزة انت حر. هي كده يعني؟ اوكي. بسم الله الحمد لله بيفوق اهو يا جماعة. بس كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم حطته في التلاجة عشان التشقيق. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي والله كبرت يا نيلي. جهز نفسي وافتح لك المدرسة. عايزة كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع عليا خلبوس. عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق هو الحمام شريهان؟ نيلي عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك يعني الدبدوب. ولا لم نفسك. انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابة دي موجودة هنا؟ لا 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 لا. ما انت لازم تفهم كويس قوي ان السحلابة دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلابة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلابة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي. رد عليها. لمي نفسك يا بنت انت. الله 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 الله. في ايه يا جماعة؟ ازاي تكلمها كده دبدوب؟ لمي نفسك يا سحلوب. طب عن اذنك كده؟ يا سحلابة يا سحلابة يا سحلابة. لا 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 لا. طب اقولك على حاجة، السحلابة دي تبقى امي. ايه 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 ايه. عم بندق عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهرية؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهرية. برضك انت اللي بطحتيه بالفيز. انا كنت عايزة اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي. ما كنتش عارفة اصلا، كده كده ما كنتش عارفة اخبطك بالقوقعة اللي على دماغك دي. قوقعة دبوني. بس بقى انت وهي خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق عم بندق الراجل بيصوصو يا جماعة. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضو هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجلة معايا. عايزة تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزة انت حر. هي كده يعني؟ اوكي. بسم الله الحمد لله بيفوق اهو يا جماعة. بس كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم حطته في التلاجة عشان التشقيق. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. كل حاجه زي ما هي، انا ما جيتش هنا بقالي 15 سنه، لكن كل حاجه زي ما هي. المحلات اللي بره والمعنويين بتاعت النور، حتى الخشب ده كله يا ربي ما فيش حاجه بتتغير ابدا. كل حاجه كده، والحماويد والقبوة دي وكله يا عالدنيا. يا ايه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته بكوباية الشاي والبتاع، يمكن بس غير الجلابية. لكن ازيك يا عبده؟ ازيك يا عبده؟ اخبارك ايه؟ ايش فاكرني يا راجل؟ الذاكرة بقى انت عارفين 15 سنة يا سلام. فاكر يا عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر؟ يا ساعتها كان اخر طبق يعني ما حسكتكش عليه. ازيك يا عم عبدو؟ وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبدو.
هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، اللي هناك دي. طيب هات اللي. طب وانت ليه معادك هنا يا عم عبدو؟ برضه هتقول لي يا عم عبدو؟ انا ما اسميش عم عبدو. ايه ده بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبدو؟ برضه هيقول لي عم عبدو، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا يلا. سوري يا عم عبدو. برضه عم عبدو. بس بس في ايه؟ في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا عم عبدو. خشوا ما تخافوش. أنا مش شايفة حاجة، هو النور مقطوع ولا إيه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. أوكي. ياه عنكبوت. المكان الغريب ده ناسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في أي لحظة. بس بقى ما تربوش إلا بستربوش. إيه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا بجد؟ بس بقى ما تخافوش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه. تعالوا ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ واو مش قادرة أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي يجيب ولغز ميكي. أنا مش قادرة أصدق كمية التراب اللي أنا واقفة فيها. هو إحنا جايين نسكن هنا؟ إحنا جايين ندور على الفلوس. شو 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 شو؟ إيه؟ تعمل إيه؟ هقعد. استني يا مول، المكان كله تراب. القرف ده يا مول. تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعدي يا شوشو، اقعدي. طب إحنا جينا المفروض ندور على إيه بقى؟ ما إحنا زينا زيك أهو، مش فاهمين حاجة. بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. اه ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا ادور هنا. متربه قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش، مفيش. ايه ايه؟ اعمل لكم كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندق، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخطم وتيجي تخضنا تاني. فشكرا، مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت، في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا، ولا تعمل زي عم عبدو البواب. لا 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 لا، أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي. أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم ولا حاجة، بصراحة أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرفي اللوحة دي؟ مالها؟ أنا اللي بعلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبش قد كده، رحت عامل كده أهو. جاي تنزل طبعًا، أم جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا، جه في المسمار وعلقت اللوحة. أمال أنت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، أصل أنا هايف.
استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. والساعي كده تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي عارف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932 يعني 19. معلش الاثنين قبل الثلاثة ولا الثلاثة قبل الاثنين؟ معروفة ان الثلاثة اكبر بالاثنين. انتوا بتقولوا 32 فانا بتلخبط. مب خلصني وبروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شوية. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجلة من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم. ممكن بعد اذنكم. تفضل. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. والساعي كده تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي عارف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 19 2 قبل الثلاثة ولا الثلاثة قبل 2؟ معروفة ان الثلاثة اكبر بالاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32 فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف، نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم. ممكن بعد اذنكم. تفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس
فاتحين الخزنه قدامك اهو فيها زفت مجاني. ايوه طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجله تانية. يا نيلي ما ممكن تكون المجله دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمه. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever whatever، يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. لا نيكولاس كيدز. لا 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 انا مش قادره استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح والله انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجله والقلم. هاتي ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وش تنس عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركه زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بنت انت، انا مش ناقصه تفاهه وهيافه، هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشك. لا 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 انت كمان هتزعلي. انت كمان هتزعلي. ايه انت كمان هتزعلي؟ مكتب تنسيق يا اخي عيب. لا ولا بس هو ما اتكلمش. مساء الخير، انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك بدر. ازيك؟ اهلا العم ذهب. اهلا اهلا العم ذهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله، سنين ما شفتكش من يوم من كده الله يرحمه مؤاخذه ما مات. اه عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. أكيد أنتوا بقى أحفاد مكاوي صح؟ واضح إن حضرتك ذكي ولماح. يبقى أنت بقى أكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح إن حضرتك ما عندكش تمييز خالص. أنا نيلي، واللي لابسة بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك. أنا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، أبقى أنا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52، حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا يا بنات عشان احنا ها ما انتوا عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا يا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مرز؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. هو انت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعه جدها. ما شاء الله. لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سلام يا بود. مع السلامه يا عمده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى. والسلام عليكم. الف سلامه. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟
عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب، يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه، لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف، الحرامي صحيح هو دهب خد منه فلوسه، جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحي وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحي. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عيني. دلوقتي نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم نيلي وشريهان. أيوة. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه؟ ده فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وصليهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش عارف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته، وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الأول هتفق على عرقي. سامعك، قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100,000 آيف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت أهيف منك. آخر كلام 50,000 آيف. 50 ليه؟ وأنا مأجر جيمس بوند. لا، مأجر ضاحي، وسعادتك عارف من هو ضاحي. ما أنا عشان عارف من هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا مالك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا مالك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني، انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف توصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ صحيح، فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي ما فيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيتي لحد. انا اصلا
ايه ده ايه يا عم احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه؟ يا عم صاحبك ايه ما اعرفش عنده ايه؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي، يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه. ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. شكرا. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم. شكرا. يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقبل لك العربيه دي. جيب العربيه. انا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبة. عارف النهاردة كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخية. مفيش حاجة اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطينها في المية الاخضر بتاعت الملوخية. لا ما هي دي مش بطاطس والمية الاخضر دي مش ملوخية، ده ده قلقاس في السلق اللي هي المية الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل. ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان أعرف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى الكلمة بالعرض. vertical وhorizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة. أفكار مختلطة. أيوة فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا أجاوب. أوكي. خواطر. أفكار مختلطة خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكسي اشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكسي اشتري ابيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص بقى. ياريت ياريت. حرف جر في حكاية قصة سارق السفن قرصان. قرصان. يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان. يس. برافو برافو.
برافو عليا بجد ام جينيوس، وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا، انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا. حسنا. بص يا ستي، كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو اه والله الجاكيت اللي لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره، مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه، احنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعة، فلافيلو، والغير دي كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي؟ تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكاه حكاه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزة امشي. أنا كمان تعبت بصراحة. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان أنا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس أنا مش عايزة أروح البيت عند صباح وشريهان وأقعد في بيتهم، أنت مش فاهم بيتهم عامل إزاي. طب أبات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجة. أنا آسف. بس أنا نو واي أروح أبات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى، وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتضيع وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي، زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده. هاي شريهان حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه؟ الله الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمكان؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش. عملت لها شوربه ما شربتش. حطيت لها فول ما فولتش. جبت لها دوره ولب خشابي ما ازقزتش. اه وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ اه عارفاه، مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا فيه كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتاخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟
ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوة حلوة سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم في ايه؟ قوم يا رحمة. طب هاكل لهم اوانس. قوم ياد وريني عرض التافك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك حتى قالك ان انا بربي عجول. طب انا ما خدت السمع ده. امشى وادي التغور من هنا كتكداية. شوشو رنيلك تكلميني. انت جايبة هنا من ايديا دايما كده على بطنه على بطنه كتكنيلة في تنقيتك. خلاص يلا يا عبلامين. يلا يا حلوة تعالي وراي عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسة بجبة بيتعمل ازاي. تعالي الشبح خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان احل الكلمات المتقاطعة. على فكرة انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني انت ما روحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله بس انا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني وانت عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجلة. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة ولقيت ان الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان وقعدت انا وسيف for like an hour بنحاول نفهم اي حاجة ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربية كان في اشارة زحمة قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعة دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز هقولك ايه تاني. قوليلي لو سمحت. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشاية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لا مؤاخذة. اوكي فهمت. المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا أكيد؟ أكيد تقريبا. أنت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما أنا معايا الفلاشاية في السلسلة. الفلاشاية والسلسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. أنا هقوم أجيب الفلاشاية. أنا كمان هقوم أجيب اللابتوب. يلا بصي يا نيلي هي دي. تصدقي عندك حق دي شبه اللي في المجلة بالظبط. يبقى أكيد جواها الفلوس. طب وبعدين؟ مفيش احنا بكرة نطلع لبورسعيد وانتي تكلمي لنا سيف عشان يجي يودينا. لا 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 سيف مش هينفع احنا سحلناه معانا النهاردة وبعدين تقريبا هو قال انه مشغول بكرة. طيب خلاص مش مشكلة هكلم الواد هاني يجيب لنا اي حاجة نروح بيها. بقولك ايه اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب اوكي انا هدخل انام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. قمتي من قبل. يا نيلي اصحي يا نيلي الواد هاني جاي دلوقتي. يوه بتدي متعبه هتغلبني. بقولك ايه يا حاجه نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعملك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ بخ. مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي. يلا يا نيلي الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنتل شفت هربت بنتل وقتي عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص هو احنا لاقيين الفلوس. يا بنتي ده سواق لقطه اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذه يا باشا معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز.
في ايه يا سيف؟ انت متضايق من حاجه؟ اه طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريهان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط، ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده. اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها؟ العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجه. تسمع مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك بجد. فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. أنا اللي مبسوط إن أنا عرفتك. وبعدين أنا ما عملتش حاجة. ده أنت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي إحنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن أشغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن إيه يا حبيبي؟ أنت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك مش هنشغل حاجة اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. بانج بانج انتو ذا روم. I know you want it bang bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you back. You need a bad bird to blow your mind. I came in like a wrecking ball. Cold Michelle, fight for that white coat. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Because I'm happy, clap along. If you feel like happiness, I'm gonna love you. 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 احمي نفسك شويه. قاعده تتفططي تتفططي وتزقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني. انا بتوتر مش هعرف اسوق. اعمل بيك حادثه اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجه. تاكلي كيكه؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحده ليكي وواحده ليه. انا مش بحب دي عشان مش حلوه. مش حلوه ليه؟ بيبز كريم كده وانا بحب بالشوكليت. طب ما هي بتبز شوكليت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن. وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي لما نكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امالتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ اه، بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا زتموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا باشا. سوري لمؤاخذة. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كمل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي. اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. اه والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشاف من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظي من السما والله ان انتوا جبتوا معايا. الله يكرمك الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جرأة يا هاني، هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟
معرفة منين؟ أنا أول مرة أشوف. أمال شايفاك العشا مواكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له أكن أعرفه من زمان. وبعدين أنت قلقانة من إيه؟ هنشوفه فين ده تاني أصلاً؟ وأنا باشا والله قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجلة حصل إيه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما أنا كنت بحكي لك عادي، وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصية، خليك في حالك. يا باشا يعني أدينا بنكسر المسافة. الله والله أنت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش. ده لحمه بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يطحش عندي، اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من غنزران. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك، تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعة شوية. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخل الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف متعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش اصل ما اعرفش، تقريبا في حاجة في شخصيتي بتخليني اتعصب فجأة وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبة. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلام من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول، داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت، وريني هتمنعني ازاي؟ ما ينفعش يا استاذه، ما تخليش استخدم معاك العنف. انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش طارق، سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع. انا مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا ابن الناسه، عارف لو بس. انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. أيوة فجأة. ايوه فعلا هو بينفعل. لو سمحت دي حاجه بس لربنا، لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا، شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جده ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. شفتي؟ الكنز، كنز زي ما انا بقولك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده؟ هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. فلوس. معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني، معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب انتوا وانتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد، ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا؟ ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جده ميكي، بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه؟ يعني مثلا الجده بطه، مخترع عظيم زي عبقرين. بطوط، وانا عارف ان هو في مقام خالكم. مش انتوا سوسو لولو؟ لا، عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ يبقى ابن عمي انا وهو كده. Are you joking guys؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني. استنوا بقى، اسمعوني. انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا. بس يعني الحق يتقال، انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه. بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين وولاد ناس، انا هسيبكم تروحوا. بس يعني نصيحه، روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ ما
تدخلي الحمام اللي تحت. ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت، بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه. اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع، فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني، قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه. فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه، ابعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. فبستاذن حضرتك ادخل تواليت بتاعك لو سمحت. وخصوصا ان في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفه طبعا، عيب وما يصحش حد يشوفها، وفي كلام ما ينفعش نقراه، دي بنت. طيب لو عايزه تدخلي الحمام بتاعي اتفضلي، انا ما عنديش مانع، بس يعني انا ما انصحكيش. ليه؟ لان انا لسه خارج من الحمام، وبصراحه انا يعني فطران عجه وشكشوكه. طب ايه المشكله؟ لا مشكله، هو عجه دي يعني بيجيب عجينه طعميه بجنيه ولا بنص جنيه، ويجيب بيض ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسة زيتها قديم كده أسود. الشكشوكة بقى بيض بصلصة. ايوه صح؟ خلاص بصل وفلفل. خلاص نمشي أحسن، نمشي. لا 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 استني، هو يقدر يمشي، انت هتستني معنا شوية. ليه؟ لأن انت معكيش بطاقة ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن أضمنها أنا؟ انت هتهزر يا ابني، ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص أجيلك أكني لسه جاي أضمنها عادي، مفيش حاجة. بقول لكم ايه، انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا 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 مش قادره، اي وانا بي مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح، جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش. كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا. قالت لي عد عليا قبل ما شاري تصحى بدري، قلت لها الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفة عليك اهو، بطلي ظن بقى. أنا أول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت أصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي أبداً. ثانك يو. أنت يا رجعت للكيمياء ولا إيه؟ أمال مين اللي كان طول السكة عمال يسخن فيا ده؟ لا أنت بتتخانق لوحدك، دي مشكلتك، أنا ماليش دعوة. لا يا جماعة مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، أنا هموت وأدخل تواليت وإلا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعة نقعد على أي كافتيري على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل المية ينزل المية. في بنانا بوت؟ في بس غالية شوية. ادفع 150 جنيه هديك 500. لا 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 انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد. اتفضلي. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح، جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش. كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا. قالت لي عد عليا قبل ما شيري تصحى بدري، قلت لها الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفه عليك اهو، بطلي ظن بقى. انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخانق لوحدك، دي مشكلتك، انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعه نقعد على اي كافتيري على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل الميه ينزل الميه. في بنانا بوت؟ في بس غاليه شويه. ادفع 150 جنيه هديك 500. لا لا لا, لا انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد. اتفضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون. لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل الحركة دي، حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنتي هبلة يا بنت أنتي، وأنا همشي بكتيريا ليه أنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ لمع باشا لمع.
لا لا بسكوتش معلش المره الجايه يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه معلش المره الجايه المره الجايه طب شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي تعالي جنبي بقول لك ايه بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده هو اتلمع يا باشا خد لما علي النضاره دي مبصمه عايزها نفس اللون ولا غير لك لونها المهم اشوف بغض النظر خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه بجد اه والله ماشي انا موافق المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه هنخش المينا بقى ازاي بقول لكم ايه انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط لا ما نعرفش تعرف انت انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث ما حلو المباحث ده لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا طب يعني ايه هنروح يعني ولا ايه احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز اقسم بالله كنت متوقعه منك تجننت يا بنت ولا ايه عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه ثانيه واحده بس مين عبد العزيز ده ايوه صح مين عبد العزيز ده قريب ابن خال امي امين شرطه هنا في بورسعيد بس كان عينه مني عينه منك يعني ايه يعني كان عايز يتجوزني بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه ايوه صح المشكله انك تكلميه مشكله انه عيل لازق كده وملزق معلش يا شريهان لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه هو ايه اللي لو هينفعنا بتقولي ايه وانت مشكلتك مع انه هو لازق وملزق بس انت ايه مشكلتك ايوه صح انت ايه مشكلتك شات اب انت مين لا مؤاخذه هيا هاني ايه مشكلتك برضه هتقولي ايه مشكلتك يا ست كل بتقولي كان عايز يتجوزها يعني عينه فيها أزور يعني ولا ايه ايوه ما مشربهاش وسابها لك انت شربتيه بس يا عم انت خليك في حالك خليك مكاني يا عم سيف ايه دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها يصح كده لا طبعا ما يصحش تسلم يا نخوه سيف ايه صح ايه ده يا ابو الرجال وانا ينفع امتني عن الاجابه طيب هاني مش هي دلوقتي خطبتك واخترتك انت في الاخر انت مش واثق في نفسك ولا ايه لا الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي الكلمه دي عيب لا خالص طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر فلوس فلوس ايه بيعمل ايه في حياتي ده بيعمل ايه بيلمع ركبي ما خلاص يا عم هتلمع في خادي لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت بوت ما انت كده انت جاي بتعزف على رجلي معلش يا استاذ نيلي خليها فرصه ثانيه ان شاء الله وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله نحله ايه انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني انا ما قلتش نحله اصلا من الاخر كده يا جماعه اشوف لكم حل تاني شوشو مش هتكلم عبد العزيز هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي افكرك قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية أيوة الدخلوية وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتب عليه السقف اللي مش هنتقلب وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير طواجن إيه؟ طوابق whatever هاي هاني قلت إيه؟ وافق بقى وافق بقى وافق وافق والنبي والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه هكلمه يا دبدوبي كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته ما مسيفه عندي مسيفه بقمرت ايه ان شاء الله ما هي دي الشريحه القديمه اصلها الو ايوه يا زوزو اي عبد عزيز ازيك الحمد لله وانت كمان وانت كمان ايه قال لك ايه قال لك ايه وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي بقول لك ايه انا في بورسعيد وعايزه اقابلك لا مش هينفع بالليل هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل لا لازم نقابلك دلوقتي انت فين طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك يلا مع السلامه يلا يا دبدوبي يلا مالك ملهوفه كده ليه يلا عشان نلحقه بس ثانية واحدة احنا هنروح كلنا انا بعد كده كل خطوة هتبقى رجلي على كتفك اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك انما دي مش راكبة whatever افهمي لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي ها يلا يا بابي يلا يلا عشان نلحق نجيب له هدية كمان انت هتزيد بقى ولا ايه يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي بس انا حاسب لك وايه الجديد علمت عليكي بس يا سفروت
بس هي بصراحة علبت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة، اصل بلمع اوكر. امشي يا عم، امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقولك ايه، ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز. اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس خلاص شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي، انا بعمل تان، حد يستعجلهن؟ ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما حشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة يالا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيل عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. ولا طفله؟ مالك يا دفش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز، ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يالا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة، تأخر يالا. اتفضل احمد باشا. اتفضل يا باشا. لما مؤاخذة قلبها مضيافة بس، دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز، ايه اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبله، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. اشتبه ايه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. يالا عارفه يا نيلي؟ دي اول مره اقعد فيها على البحر مع واحده لوحدينا. انت بتهزر صح؟ بهزر ايه؟ اصلك قلت لي عارفه يا نيلي اول مره. عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكره انا ما بهزرش، وعلاقتنا اصلا ما تسمحش بالهزار. طب انت ليه قفشت؟ انا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامي سيب النعجه يا خروف. على فكره ده عاكسني وشتمك. لا على فكرة ده عاكسني أنا وشتمك، لأنه قال يا جامد مش يا جامدة. هو لو عكسك أنت وقال يا جامد وأنت مبسوط بالكلمة يبقى المشكلة أكبر بكتير. أنا مش مبسوط، هو شايفني جامد، لكن أنا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة، سيب النعجة يا خروف، فأنت الخروف لأن النعجة دي أكيد هي البنت. ما أنت النعجة يعني شتمك زي ما أنا قلت. أي بس هو يشتمني، أنت سايبه يشتمني يعني؟ خد يلا يلا، أنت بتشتم مين يلا؟ خد يلا، ما حدش رباك في بورسعيد يلا خد. والله اهو خروف قوي، نعجه قوي. بص انت بتعمل ايه؟ الحركه دي تبك المسلسلات. مسلسلات ايه؟ والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي توب وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر، وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكره انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكه دي؟ جر يالا، ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي نيلي، خد يلا ده
ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبيليفبل. ايه فعلا، يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز، انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في قهوجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي، قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلع، بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد العزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ انت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكره. ايه ده، هي اللي بتتكلم؟ اصلا انا فاكر يعني الصوت سابق الصوره. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس، ما تقلقيش. طيب لا احل القهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا ما القهواجي هم تسأله هو؟ يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمة؟ ما انا عارف انه القهواجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا، اجري هات لي علبة بوكس. مش هجيب. هات لي علبة بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز، سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطرة يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد، بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم، لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست كل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هزبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ do something. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد العزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا، انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمة يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا. شفته؟ عندها حق على فكرة، هو لزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البق في اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجة يا خروف. زي يا عمي. كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره، بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ أنا نو واي قابل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي أصلا. أنتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عاملة إزاي؟ أنا كنت حاسة إن أنا زي منة شلبي في فيلم هي فوضى. وأنا كمان. أيوة. كنت حاسس إني هالة فاخر. إيه ده؟ بصوا أنا ما شفتش الفيلم، بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. أنت شارب بانجو أكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. Whatever.
شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي، انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والطواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانيه وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقولك يعني سايسيكي دوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. مش شفتش فيلم أربعة في المهمة الرسمية؟ نيلي أنا مش عايزك تضعفي. سيف متأفورش كده. أنا مش بأفور، أنا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله أخضر، تالت حرنكوشة خضرة تطلع لي، الأصفر هيطلع إمتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي أبوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك، وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونة. أوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم أعمل كده. ألو ألو. أيوة يا عبد عزيز. ازيك يا شوشة بنت خالتي؟ أيوة يا عبد عزيز باشا، أنا جبت لك العلبة البوكس والمية الزعلانة. المية السقعانة. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده ايه، لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه يجي اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها طلع محجوز عليها، وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه عشان الواحد يخدم بقلب، وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. قول كده اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجه تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعه؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجه قليله يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول؟ انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونه، بس انت يعني عارفه يا نونه. ايه نونه دي؟ لا يعني بقول لك نونه بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونه، نونتي بنتي الصغيره. جخ جخ يا نونه. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه هو يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا, لا استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنت بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو. ثانك يو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لما أخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده.